تصرفات الإطار التنسيقي كما يقول السيد نجم القصاب استفزازية للتيار الصدري إلى حد ما إن صح التعبير. حكومة التوافق لم ولن تتحقق. الإطار التنسيقي اليوم يدعو إلى عقد جلسة برلمان قبل 11، وبالتالي أفق هذه الفوضى السياسية هل يمكن تحقيق هذه الجلسة؟ لك سيدي الكريم ولضيفك العزيز الأستاذ نجم القصاب ولمشاهديكم الكرام أينما كانوا. أنا أحترم وجهة نظر أخي الأستاذ نجم، وهو يعبر عما يعتقد به وفق المعطيات المتوفرة لديه. أختلف تماما مع ما ذكر، أنه هو ما هي الحركة الاستفزازية أو الموقف الاستفزازي الذي بدأ من الإطار اتجاه التيار الصدري. والتساؤل الأهم الآن هو ماذا يريد التيار الصدري بعد أن أعلن انسحاب نوابه من مجلس النواب العراقي، وبعد أن أعلن زعيمه السيد مقتدى الصدر الاعتزال السياسي. يعني ماذا يريد؟ فليعلن عاليا عن إرادته بشكل واضح حتى يتم الحديث والحوار من قبل شركائه السابقين الديمقراطي الكردستاني والسيادة، وقد يدخل يعني الإطار طرفا في الحوار إن قبل السيد الصدر هذا الدخول، وبالتالي يبدأ الحوار بشكل واضح وصريح ومعلن ما هي إرادة التيار الصدري. أما اليوم نتحدث عن عدم قبول التيار الصدري لقضية محمد الشيع السوداني، لا، أنا أعتقد يعني محمد الشيع السوداني يحظى بإجماع وتأييد للفضاء الوطني السياسي أجمع للكردي والسنة والشيعة بما فيهم التيار الصدري كشخص السيد مقتدى الصدر. ولكن السيد مقتدى رفضه لم يقتصر على محمد الشيع السوداني، بل كان رأيه بشكل عام على أنه لا يريد للإطار التنسيقي أن يقود حكومة قادمة، ولكن لأنه مرشح محمد الشيع السوداني فكان الاعتراض. اليوم أقول أنه يعني بعد التغريدة اللي غردها صالح محمد العراقي اللي تعبر عن إرادة الصدر يعني نوعا ما، عندما دعا شركائه الكردي والسنة إلى الانسحاب من العملية من المجلس النواب العراقي، من هنا بدأت الانعطافة، لأنه شركاء الأخوة السيد البرزاني والسيد الحلبوسي لم يستجيبوا إلى هذا المطلب، وبالتالي كان لهم موقفا آخر. ولهذا ذهبت كل الحراكات السياسية السابقة في غضون الأسبوعين السابقين على أنه الإجماع على 4 نقاط أو 5 نقاط مهمة. أولا منها عقد جلسة مجلس النواب، ثانيا تشكيل حكومة ورئيس جمهورية، والثالثة المضي بوضع أفكار لقضية القانون الانتخابي سواء حله أو تعديله، وتشكيل مفوضية جديدة.